غدارة غدارة إيه كنترول مش ممكن اهدوا لميسي ميسي الضربة الأخيرة جول جول الله 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 إنييستا غدارة 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 ابكي يا مرضى ابكي يا تشيك الله على قدر الكورة الله على قدر الزمان الله على قدر الدنيا الله على قدر الأيام مش ممكن الفرصة لروما الفرصة لروما الفرصة لروما شوف الحظ خطك ستو عاقل خطك ستو عاقل إنييستا برشلونة لا تقول السحر وشلونة الله الله ليست بهذه السهولة يخرج البلغرانة رغم كل الظروف رغم كل الظروف القاهرة يأتي السحر الكتالوني أخيرا يحضر السحر الكتالوني يطلق رصاصة الرحمة من قبل الهجوم خطيرة من إيدو بويولا مانشستر يبقى في المعركة والبرصة يستعيد الأتاك بكورة خطيرة راسية والثاني رصاصة الرحمة من ميسي رصاصة الرحمة من ميسي ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان ستسأل عنها المرمى وكل الأركان ستقر على أن كورة ميسي الفنان بصمة على شفين كل برشلوني عاشت في هذا الزمان انتهت المعركة انتهت الحكاية في الدقيقة 70 لعيد الأولمبيكو 70 سجل الفرصة ضربة الثانية ليونيل ميسي ليونيل تشي جيفارا شوف الكرة شوف الراس شوف الهدف شوف الفرجة شوف الفرحة في معسكر بوغانا الآن تأكدوا من كلامي إنييستا للجول الأول وتشافي للميسي الثاني للجولات الثاني أنا بقول لكم كرة خطيرة ممكن تنحط خلاص جل خامس جل خامس من ميسي ميسي يسجل الهدف الخامس مصلحة برشلونة خمسة أهداف تبكي فابيو كانافارو تبكي الفريق الملكي ارحموا عزيز قوم ذل ارحموا عزيز قوم ذل الآن الهدف الخامس لاحظ الكرة مرة أخرى وصلت إلى ميسي من شافي في الزاوية القريبة على طول من ميسي ميسي يسجل الهدف الخامس خمسة أهداف يدك فيها برشلونة مرمى ريال مدريد وبالتالي هنا الهدف الخامس من ميسي يعود مرة أخرى برشلونة للفوز على مدريد على ريال مدريد في مدريد وبالتالي يكون إلى نقطة واحدة نخسر والله 1-0 مقبولة 2-1 ما إلى ذلك مقبولة 5 صعبة 6 حتى 6 ممكن في هذه اللقطة لاحظ معي صارت 6 صارت 6 لبرشلونة 6 أهداف نصف درزن من الأهداف ليحرزها برشلونة في مرمى ريال مدريد خلاص ريال مدريد عليه أن يستسلم وعليه أن يرفع الراية وعليه أن يقدر ويفهم ويدرك وعلى أنصاره ومشجعيه أن يغادروا أرض الملعب ويغلقوا الهواتف ويغلقوا كل وسائل الاتصال ويشوفوا لهم مكان ما في حديث فيه عن كرة القدم طبعا هنا لابورتا ولا أدري كيف الأمسية سوف تكون للرئيس المؤقت اللي هو فيسنتا فولودا لأن على مرمى ومشاهدة ومتابعة عشاق الفريق الملكي في سانتياغو برنابو والعالم أجمع ملايين عشاق الفريق الملكي يبكون دما الآن في هذه اللحظات وهم يشاهدون الفريق الكبير سيد الأندية في القارة الأوروبية سيد البطولة الأسبانية وهو يسقط بنصف درجة من الأهداف
بس راح يعدي من واحد عادي ومررها عادي والكرة في مكان. يا سلام يا سلام يا سلام يا ربي يا ميسي يا عيني يا ميسي يا روحي يا ميسي كم تحبك وتهواك نفسي. الله عليك يا ميسي يا ميسي ميسي شباب يا ميسي. الله عليك الله عليك الله عليك يا ميسي مبعادي بل خرافي بل نجم نجوم العالم ميسي. والله بس شبعت بس يا ميسي شبعت. الله عليك هو اللي بداها وهو اللي انهاها. يا جماعة هذا الفيلم الذي شاهدناه قبل قليل كان هو السيناريست. شو يسوون؟ تشوفون اللي اشوفه ولا لا؟ تشوفون اللي اشوفه؟ الله! برشلونة دريم تيم! برشلونة في الخيال! والله لو تتخيل ما تشوف في خيالك اللي تشوفه! برشلونة من الواقع من الخيال على أرض الواقع! برشلونة يقدم كرة قدم لا يستطيع أن يقدمها غيره. برشلونة يضرب اللي ما يحب الضرب ويخلي اللي ما يحب يصفق يصفق غصبا عنه. شو يسوون؟ كيف يلعبون؟ كيف يتمتعون ويمتعون؟ إنها الفرقة الكتالونية. مفروض برشلونة يشارك في كأس العالم 2010. اسحبوا اسبانيا وحطوا برشلونة كاس العالم مضمون. يا سلام يا بويان 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 يجيب البرهان ويحسم الموقف. برشلونة الصدارة في مجموعته مرة تانية. كرة تعود للاعب ميسي استلام لميسي ودي ميسي كرة موعد مع المهارة موعد مع المتعة. عندما يكون اللاعب ميسي في الملعب تكون المتعة موجودة. من 5 دقائق إذا فريق أرسنال ما يسجلش هدف ثاني قاتل ما يلوم إلا نفسه. ها هو يلوم نفسه. أوه 1-1 تحلى المباراة. الأرسنال مسيطر وعنده المهارات. الفرصة يمر بالكاميروني والأفريقي الأغنى صامويل إيتوفيس. صامويل إيتو بهذا الهدف يصبح أكبر هداف أفريقي في تاريخ الشامبيونز يتجاوز دروغبا ومستر جورج. شور شوية الفرحة كتالونية النيران والأنوار إسبانية في البحر. عملاق يا هيتو هداف يا هيتو.